ليه ما عم تفتح الباب؟ مشروع ابن كلب منتجع وكازينو برومانيا على البحر الأسود. يعني شو بدي خبرك؟ يمكن نرد حقه بسنتين ثلاثة، بس الكلفة مالها كبيرة كتير، ولقطة هو بين ال 15 وال 20 مليون دولار. هيدي بالمرحلة الأولى، يعني كل شيء بيكون مزبوط. 15 مليون دولار؟ منتجع وكازينو على البحر الأسود؟ على أساس أنا ابن مبارح يعني. حبيبي أقل من 30 40 مليون ما فيك تبلش بهيك شيء. بعدين احنا مالنا جاهزين. هيك مشروع بده الواحد منا يكسر رجله ويضل قاعد هنيك على راس المشروع. بهيدي ما تحت الهم. انا بروح بقعد هونيك حتى يمشي المشروع ويقلع ويقف على اجري. ساعتها بصير بروح وبيجي. هودي الناس اللي خبرتك عنهم موجودين هونيك وشغلتهم مستعدين يشاركونا ويكونوا معنا. وهن بيتكفلوا بكل التجهيزات والاوراق، نحن ما نتعرف على شيء. كريم حبيبي، رومانيا لا ارضنا ولا ملعبنا. وانت بتعرف منيح طبيعة الناس اللي رح تتعامل معهم هنيك. بتعرفهم كتير منيح. بلحظة بياخدوا منك كل شيء وبزتوك برا. قلت لك ابو كمال انا بوثق فيه ثقة عامية، مستعد اشتغل معه على العميانة. خلص مثل ما بدك، اذا انت متردد انا ما بدي اضغط عليك واجبرك. بس انا عم فكر فوت فيه لحالي. لحالك؟ ايه لحالي. في عندك مانع؟ انا متاكد انه انت عندك مشاريع عم تمشيها لحالك وعم تنفذها بدون ما ترجع لي، وانا ما كان عندي مانع. تصبح على خير كريم. تصبح على خير شريك. بس فكر فيها. شو بك؟ ماشي. قلي راح نحن طول عمرنا صريحين مع بعض. أنا بدي أسألك سؤال بتجاوبيني عليه بكل صراحة بدون ما نعصب. شوفي، خلص ماشي بعدين نحكي. قولي لنا شو كنتي عم تعملي ببيت سامي ابيض؟ رح
رحت أطلب مساعدته. ابني مريض وعنده قصور كلوي والدواء غالي وما معي حقه. هيدي أول مرة بتروحي لهونيك؟ هيدي أول مرة بتجي لعندي على البيت. قبل مرة شفتها على الطريق وقالت لي إنها بدها تترك مصلحتها وطلبت مني إني لاقي لها شغلة تكون شريفة حتى تعيش منها. ولقيت لها؟ إي نعم. حكيت مع صاحبي في عنده أوتيل وطلبت منه يشغلها شو ما كان. وظفها بالتنظيف. لكن هيدي المرة ليش اجت على بيتك؟ قال لي إنه تعبان وما قادر يظهر. وأنا كنت مزنوقة كثير على مصاري وما قادرة أنطر. علبة دواء حقها 300 دولار. وابني بالشهر بده علبتين. وين أبوه للولد؟ أنا مطلقة من زمان، ما بعرف شي عنه ولا بعرف وينه. يعني منيح اللي فيه سامي. لو ما هيك شو كنت عملتي بحالك؟ إيه كتر خيره. طبعا هيك معروف بده ينرد أو يندفع حقه بشي طريقة. قلت لك هيداك الشغل تركته من زمان. هلا ما تلاقي لي شي طريقة مبتكرة. شو قصدك؟ خدمة صغيرة. بتقولي إنك كنتي معه يوم الحادث وبتخلصيه من حبل المشنقة. مستقلي هالخدمة؟ خدمة بتسوى كتير. بتسوى أكتر بكتير من يلي عم يعطيك إياه. أنا ما بعرف إنه متهم. سألتوني إذا كان معي ومتى وجاوبتكن. حضرة الضابط، أنت بتمك قلتلي قديت عذبته لو وصلتولي. كيف بدي يكون متفقة معه وإخده منه مصاري؟ أنت بتعرفي قدي عقوبة شهادة الزور بجريمة القتل؟ إحنا كلنا بشر وعادي اتعاطف معه وساعده. مظبوط، بس ملاقيها طبيعية إنه تصير الأمور في بيناتكم مثل وحدة حال وزيارات على البيت وأمنت لها وظيفة بأوتيل؟ لا مش غريبة، لأنه لولا هيدي البنت أنا كنت هلأ بالسجن. أنا جاي فاهمك اللي صار. الموضوع مش بما أنت فكرة. مو مطلوب منك تفهمني ولا تفسر لي أي شيء، هي حياتك وأنت حر فيها. بس أنا غلطت وفكرت إنك زعلان على شادي. لينا لازم تسمعيني. إحنا لازم نحكي. أنا مش بس زعلان، أنا حالتي بالويل. عم بمشي وعم جر إجري جر غصب عني. شهادي كسرني. ومع هيك عندك وقت لهي البنت؟ حزين وواعي يعني. طبعاً إذا افترضنا إنه الموضوع بس هيك. أنا مش بورد هاي البنت أو غيرها. كل اللي صار أنا تواصلت معي على الفيسبوك. طلبت مني إني ساعدها لأنه ابنها مريض. وأنا ما قدرت إلا لا. حطي حالك محلي. أنا حاسة إنك مخبي شي سامي. أنا خايفة يكون لك يد بالجريمة اللي صارت. عم تشكي فيي؟ طلع فيي منيح. معقول هذا الشخص اللي قدامي كيأذي نملي؟ هذا الشخص اللي قدامي هو نفسه اللي زور باسبورات وكان بده يهرب بولد مو لإله. هذا إذا تناسينا موضوع إنه مرته خاينته. متخيل شو ممكن يعمل؟ أنا كل شيء عملته إني ساعدت بنت ما بعرفها لحتى تبتدي حياة جديدة بعيدة عن الوسخ اللي كانت عايشته من قبل، مش أكتر. بالإذن. ايش في بجزدانك فرشيت سنين غير فرشيتك اللي بالحمام؟ ما فهمت وين المشكله. اوقات باكل بالنادي وبفرش سناني. منك شايفني حبلي ومش قادره اوقف اكل؟ شو بدك سامي؟ فرح، انا صار لي فتره طويله ساكت بس ما بقى في اسكت اكثر من هيك. أنا بدي أعرف
انت حبي حدا تاني شيء؟ ها؟ لك انت مجنون؟ مجنون؟ ما عم بفهم شو صار بعقلك؟ ما انك شايفني مش قادرة اتنفس وبطني قدامي متر؟ هلا بطنك قدامك متر بس قبل شو؟ كل هالشهور اللي قطعت وانا نايم مثل الحمار على الكنبيه شو؟ انت واحد مجنون. كل هالايام والليالي اللي قطعت وانت شاري بدني غير دني وبعالم غير عالم، لك حتى بوجهي ما كنت عم تطلعي هدول كله شو ها؟ فرجيني على تليفونك، وينه تليفونك؟ اعطيني تليفونك وينه؟ وينه تليفونك؟ وينه وينه؟ افتحي لي الباسورد لشوف، افتحي لشوف. ليه بدي افتح لك اياه؟ اذا ما في شيء بخوف، ليه ما بدك تفتحي؟ افتحي لشوف، يلا افتحي. هيدا تليفوني الي وبيخصني انا بس، وشكوكك كلها بلا طعمه. اتركني ضيق نفسي، ماني قادره اتنفس بقى. انت عم تخونيني. اتركني احسن ما اطلع من هالبيت. انت عم تخونيني وحبي واحد تاني، انت عم تخونيني. انت واحد مجنون. خلص اتركني اتركني بقى، مش طايقتك مش طايقه نعيش معك. اتركني. وقفتي صوتك حط صرخه. هلا بصير لك شيء؟ ويصر لي ويصر لي لك ان شاء الله بموت واخلص منك من على عيشتي كلها. يصر لي ماني طايقتك. خلص طب انا اذا بدكم شيء رح كون برا. حكيتني امك صارت بالمطار، المساء بتكون هون. هاي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك لينا. يربى بعزلك. الحمد لله على سلامتهم. يلا شدوا لنا همتكم، جيبوا لنا خي او اخت لكنان. ان شاء الله ان شاء الله. كثير حلو بده يطلع شاب بيطير العقل. بيشبهني ما هيك؟ وبيشبه امه كمان. ليك طلع عامر مو بيشبه فرح؟ اجيني. طالع حليو لابوه. الله يبعث له ايام حلوه. شو كيف الاحساس هلا؟ انا حاسس حالي مبسوط بس بنفس الوقت خايف. من شو خايف؟ من المستقبل. حاسس انه بدي احفر الصخر بايدي لحتى امن له مستقبل هالصبي. لا عادي كلنا هيك كلنا هيك. المشكله انه عم بطلع بكل شيء عملته من زمان لهلا لأول مرة بحس إنه منه كافي. يعني ماني حاسس حالي واقف على أرض ثابتة. لا بدك تتفائل. وهلا تحديداً لازم تكون متفائل، يعني لشو الخوف؟ أنت زلمة شاطر وشغلك منيح. ما في أي سبب يخليك تخاف، بعدين إذا بتثق فيني أنت جايتك أيام حلوة لسه. إن شاء الله. شو عامر نمشي؟ بدك نمشي بنمشي. يلا. دير بالك على فرح وإذا احتجتوا أي شيء حاكوني. أكيد. يلا سلام. مع السلامة. شكرا جيتكم. ألو مثل ما قلت لك إذا بدك أي شيء خبرنا. ماشي. بكرة إن شاء الله بنمر لعندكم على البيت. أهلا وسهلا. سلم على فرح، ألف مبروك.
أنا بعتذر على اللي صار. ما بعرف شو صار لي. أنا ما كان قصدي، بس كنت موتر وتعبان. بترجيك كمان تزعلي مني. طولت برا أنت وعمر. في شيء؟ شو بدي يكون فيه؟ شوي طلعي. شغل؟ لا، هالمرة كل حديثنا كان عن الولد. على فكرة شو بدنا نسميه؟ ندى ما كذبت علينا. مزبوط صار لها شهر عم تشتغل بأوتيل، وسامي عمل لها شغل، وابنها عنده مشاكل بالكلى. جرب جيب لي عنا معلومات أكثر ممكن تفيدنا. إيه إيه. طيب تعي لعنده بنحكي، يلا باي. تفضل أستاذ. أوكي أوكي. بدك مني شيء غير؟ إذا بدي شيء بحكيك. أوكي بالإذن. لك خبريني شو القصة؟ ما بعرف، أنا كنت عم فكر إنه معقول سامي يكون دفع لها للبنت لتشهد إنه كان معها ليلة الجريمة؟ شو غريبة هالخبرية؟ سامي؟ وأنا كنت مفكره آدمي وبحب عيلته ومخلص. أتاري ما في حدا آدمي، كل الناس مخبية بتيابه. لا يعني إذا هذا الحكي مزبوط يعني له علاقة بالجريمة. لا لا لا، ما مش لهالدرجة يعني. سامي مستحيل يقتل، ما بظن، صعبة. دخلي جبتي باسبورك؟ شو هالشخصية الحلوة؟ أنا حكيت مع صاحب لقالي بالسفارة حتى يعجل لي بالفيز. نور بدي منك تاخدي إجازة يومين قبل السفر، إجازة مرضية. ما بدي الموظفين يبلشوا يلتوا ويهجنوا علينا، اوكي؟ مستحيل يكون كل هيدا تمثيل. عشوائي كنت رح افقد الامل انه نوصلها للبنت. شيء بحير. كل شيء عم بيصير بحير. يعني انا ماني غلطان. بدك تقلي معقول سامي مراهن بكل برودة اعصاب انه هيدي البنت اللي عم دور عليها وصلها وتروح تشهد لصالحه كمان؟ ما بتزبط. إلا إذا كنا عم نتعامل مع واحد خضر كتير ومش عارفين. بس إنه يعني واحد بيفكر بهالذكاء مش ممكن يكون انفعالي بيغلط غلطة الهروب بالصبي وعارف إنه قدامه في طريق مسدود. صاري قلبي، شو بني شادي يا حبيب قلبي انت؟ لا اسمعيني هالخبرية. غلطت وحكيت قدام عامر اني عتلي نهمي الشغل بالمستقبل. يعني اي حكي كلام فارغ. والله اليوم بيتصل في محامي الشركة بيقول انه الشركة مقدمة كادو لشادي اسهم بقيمة 20,000 دولار. عن جد هيدا عامر مجنون، ايده مفقوطه. بس بتعرفي شو؟ انا رح ارد له اياها. بالمشروع الجديد رح اعمل له بونبونه منيحه بالكونترا. شو رايك؟ شو بدك تعمل له؟ يعني تخصم له 5000 دولار؟ ليش هيك عم تحكي فرح؟ شو بده اعمل له يعني؟ سامي انا بدي نطلق. مش عم فهم عليك شو؟ تعبانة وماني قادرة أعطيك شي بقى. بس أنا قبلانك مثل ما أنت ومش طالب منك شي. سامي أنت منك مبسوط معي ومعك حق، أنا مغيرة كتير. شو يعني مغيرة؟ والحب اللي بيناتنا شو؟ الحب بيتغير، كل شي بيتغير. فينا نضل أصحاب بس كرمال هالولد، بس مش ضروري نكون عايشين بنفس البيت. اسمعيني منيح فرح، انت عندك اكتئاب من بعد الولاده، مش عارفه حالك شو عم تحكي. سكري على الموضوع وشيلي هالفكره من راسك، لانه اللي عم تحكيه كثير جنون. لا، منه جنون. بلا جنون،
وانا مش موافق عليه، مش من له سبب. نحن صار في عنا ولد، بتعرفي شو يعني صار في عنا ولد؟ يعني ما فينا كيف ما كان ناخذ هيك قرارات، عم تفهمي؟ طلاق قال هذا، بدي اعرف مين حط هذه الفكره براسك اصلا. يا حبيب قلبي هاتي هاتي عنك. يا حبيبي يا روحي انت، خذ العين عنك يا حبيب قلبي، كرمالك عم تتحلى تيتا. ليكي نور، ليكي شو صاير يشبه بيك، شوفي خالتي يا عمري انت. لك يوبرني يا حبيبي، انا اشتقت لك اشتقت لك. انا بدي امسكك من خدودك. ماما ما تخبي علي شيء، قولي لي شو في. في شيء ماما، انا تعبانه ومش مبسوطه. بتقومي بتتركي بيتك وجوزك هلا من بعد ما صار عندك ولد؟ شو مجنونه انت؟ نيمته ماما، انا تعبانه تعبانه، بطل عندي مشاعر لسامي. هيدا مش حكي وحده عاقله وعندها ولد. بعدين مين قال لك انه المشاعر بتضلها هي ذاتها؟ 35 سنة أنا وبيك مجوزين، 30 سنة عايشين مثل الإخوة. أوف، منيح اللي حقته جبتوني، لكن كانت راحت علي. سكتي أنت. بعدين فرح، ما حدا ضربك عقيدك وجبرك تتجوزي سامي. يومتها قلت لك ما تستعجلي، قلت لك كمان طولي بالك وفكري، بس أنت ما سمعتي لحدا. كانت مشغولة بدها تشتغل بطلال. ما تحكي معي هيك، هاي الحقيقة. انت من الاول ما بتحبي لسامي وتجوزتين كيف طلال، مش مزبوط؟ قليلا تسكت احسن ما اخد ابني وما ارجع فرجيكم صورة وجهي. قومي فوتي عقودتك وتركينا. لا عمش بلا اخلاق. انت صرت ام، وهيدا الولد بكرة بيكبر وبحاسبك، مش رح يغفر لك ابدا انك تركتي بيو وعيشتيه مشنشط بيناتكم. مش رح كون لا اول ولا اخر وحده بتطلق. انت من الاول عارفه حالك لوين فايتي. بعدين ما كان في بيناتكم قصه حب كبيره وخلصت هلا لحتى تعملي هيك وتحكي. الوضع هو هو، ما تغير شيء. انا اللي تغيرت، اعترف انا غلطت بس جوزته لسامي. بتقومي بتصلحي غلطك بغلطه اكبر؟ روقي على حالك وعلى جوزك، رجعي على بيتك ربي ابنك. سامي زلمي ادمي وبحبك، لك عم بشق حاله الف مره بالنهار ليأمن لكم مستقبل منيح. هذا اسمه جنان اللي عملتيه، جنان اسمه جنان. جنون اني طلق؟ لا مو جنون انك تطلقي، بالعكس يا ريت تطلقي ونخلص. الجنون انك تختاري هذا الوقت بالذات فرح، هاد اسمه جنان. اي متى الوقت الصح؟ ما بعرف امتى الوقت الصح، ما بعرف فرح، ما بعرف. انت شايفه بعينك شو عم بيصير؟ ما بعرف. شكله لازم نستنى شوي لحتى الامور تصير احسن. هلا ما لازم نعمل شيء. ايه ونبقى هيك. ايه بنبقى هيك. لفترة بنبقى هيك فرح. أنت مفكرة إني أنا ما عم بتعذب مثلك وأكثر؟ مفكرة إني مبسوط إنك مع رجال تاني ببيت تاني؟ مفكرة إني ما عم بموت باليوم ألف موتة لما بيجي الليل وبعرف انكم نايمين جنب بعض على تخت واحد؟ عمر سامي صار له فترة عم ينام بالصالون. حتى لو، حتى لو انا هي التفاصيل بتموتني. طب تعال نسافر انا وياك وشادي، نروح على شي محل بعيد ما حدا بيعرفنا فيه. يا ريت يا ريت. انا بدي نسافر اليوم قبل بكره. وكنان ابني شو اعمل؟ شغلي اللي صار له سنين عم ببنيه
كل هذا اتركه وامشي. قولي لي فرح، ابوس ايدك، شو عمل؟ اوقات بحسك جبان. مالي جبان، مالي جبان، بس لما بحط كل شيء بحياتي بكفي وبحطك انت بالكفه الثانيه ضيع ضيع، ما بعد بعرف شو بدي اعمل. عقلي بيقول لي ابني وشغلي، وقلبي بيقول لي انت. بس انت قلت لي انه انا كل حياتك، هيك قلت لي عامر. اشتقت له لشادي، بدي اشوفه، بدي اشوفه. صدقت انه ابنك؟ هذيك المرة لما حملته ما بعرف شو حسيت. بيشبهني صح؟ ما حسيتي بيشبهني؟ بدي اشوفه فرح. ما بعرف عامر، عم خاف تجتمع فيه ويحسوا عليك لينا وسامي. لا تخافي، ما تخافي. ايه ماما، لا شي ساعة بكون عندك. كيف هو شادي؟ بعده نايم؟ اوكي حبيبي، باي. لازم امشي، لازم امشي تحت اضل اقدر اشوفك. وشادي بدي اشوفه. ايه بدبرها. روحي مشان ما تاخري. شو هاي؟ ندى كذبت علينا بخصوص طليقها، انه ما بتعرف عنه شيء. لحظة لحظة لحظة، فهمني شو عم يصير؟ هيدي الفيشة اللي بإيدك تبع طليقها، اسمه عماد مختار. طيب وهيدا كمان شو له علاقة بموضوعنا؟ هيدا الزلمة من أصحاب السوابي، بيبعتوا ورا للمشاكل. يعني بدك تخبط واحد، تسكر محل، تكسر سيارة، وانحبس من ورا القصة كذا مرة. كيف عرفت إنه ندى عم تكذب؟ لأنه من شهر صار مشكل بسبب ندى وانحبس فيه. ليش شو صار؟ صار مشكل كبير بنايت، كانت ندى موجودة، نشد هو إياها على المخفر وقدمت إفادتها بالمخفر. بعد جيبة نحقق معها مرة تانية. ليه كذبت علينا؟ ليه خبيت عنا قصة طليقك؟ لأنه شو؟ لأنه واحد مشراني وأنا قصة وجع راس. وين هو؟ ما بعرف، مرات بيجي وبشوف ابنه بس ما بعرف عنه شي ولا بعرف وين ساكن. شو اللي جمعك فيه انت بهيدا النايت؟ دقت لي بنت من البنات اللي بتعرفه وقالت لي انه سهران بهداك المحل، وانا كان بدي مصاري لاشتري الدواء لابني، وقال لي انه ما معه. دخيلكم اذا وقفتوه حدا يجيب سيرتي، ما نقصي وجع راس. اخر مره شفته اتخانقت انا وياه كسر لي ضلعي. عندك رقمه؟ ايه عندي، بس اذا دقيت له بيطلع خارج الخدمه. اعطيني اياه. اعطيني اعطيني هناولي. اكيد لا، كلك عرقان. يلا باش اعطي اعطي. هون نظيفة هي؟ ايه بعد ما استعملتي. يلا تعبي حياتي انت يا قلبي. مش كان بكير ترجع على الشغل قبل ما يصير عمره 6 شهور؟
ماما على قلبها مثل العسل تقعد مع شادي كل النهار. بعدين الرقص والنادي هن الشيء الوحيد اللي عم يخلوني ضل عايشة. بدك تحرمني منهم كمان؟ ليه ما بتحطي حدا محلك بالنادي لبين ما يدفى الطقس، مش أحسن؟ سامي أنا شريكي بهالنادي. مش رح أفتح مجال لأي حدا ياخذ محلي. النهار اللي بوقف فيه تمرين بضيع من عمري. مثل ما بدك. بالنهاية أنت اعملي اللي بريحك. أنا لا بدي أضغط عليكي ولا بدي أتحكم فيكي. بالعكس أنا بدي إياكي تكوني مرتاحة. بالإذن. عامر وينك؟ بدي أشوفك. كيف يعني مش زابطة اليوم؟ صار لي من طليقتها الماضي مش شايفتك، وهالشهر أنجأ شايفين بعض 3-4 مرات. أنت مالك فاضيتي لي؟ أنا مشغولة بشادي وبالتمرين، بس أنت وين مشغول؟ وين عم تختفي؟ فهمني. كل الوقت خطك مسكر. بدي أشوفك. طيب بشوفك بعد ساعة. ماشي. ألو، شو الوضع؟ طيب خبر الشباب ما يعملوا شيء للمساء. لا ما يساوي شيء أبدا. أنا بس لأجيب شو بدنا نعمل. شوفكم للمساء. مع السلامة. لك هي فرح تعبانة شوي مش أكتر. المهم هلا عم تسألك مين عم بعث لك المساجات؟ لا لا ما سألتني، بس منتبهة وعم تكبر. المهم هلا انت ضلك تبعتي لي مساجات وهيك بيختاري اوقات غريبه. ايه اوكي، بس تعرف شو؟ خايف شي مره تحمل تليفونك وتشوف انه المساجات مني. بتعرف شو بيصير؟ ما بحياتي بخلص من لسانه. لا لا ما تخافي، انا حاطط باسورد للتليفون وهي ما بتعرفه. بعدين انت مسميكي باسم تاني. المهم تشيك انه في وحده تاني بحياتي. ليك انت ومرتك مجايين اكثر من بعض، ما بعرف شو الله علقني معكم. أنا مين إلي غيرك هلا يساعدني؟ ها؟ طيب لك اجيت ماما نرجع نحكي أوكي؟ شو؟ مع مين عم تحكي؟ مع رفيقتي. وكيفك أنت وياه هلا؟ عم يجرب يخليني غار، يحسسني إنه عم يضهر مع وحدة غيري. عم بزعل عليه كثير. اليوم قال انه لازم اترك النادي واقعد بالبيت. وكيف بدنا نشوف بعض؟ بس هلا عم نشوف بعض مره بالاسبوع، بكره بصيروا مره بالشهر. او ما نقدر. اكيد ما رح اترك. ما في وقف راس. بموت. شو هيك؟ عم بشتغل لك كثير. وعم غار منه. عم غار منه. شو نعمل؟ بدنا نتعود على الوضع. مش انت اللي قلت انه هلا فينا نعمل شيء؟ مظبوط. بس الوضع بيتحسن. مثل ما قلت لك بدنا نصبر شوي. قومي خلينا نمشي كمان مشان ما تتأخري على شادي. انا راح اقوم اعمل دوش، تكوني انت جاهزتي حالك. شو هيدا اللي على رقبتك؟ شو هاللي على رقبتي؟ شو في؟ في علامة ضفير على رقبتك، شو هيدا؟ خناقة مع واحد غليظ.
ما تستهبلني عامر، هي مش خرمشت خناقة. خرمشت شو؟ انت بتعرف شو؟ قلي. لا انت قولي لي، خرمشت شو بدها تكون يعني؟ فرح شو بك؟ اذا مفكرة يعني انه انا ولينا. ما قصدي لينا. في مرة جديدة بحياتك؟ شو؟ واحدة جديدة بحياتي ولك مجنونة؟ هذا اللي كان ناقصني انه انت تشكي فيني كمان. شو قلتي لي؟ خرمشت شو؟ ماني هبلة عامر، ماني بنت صغيرة، هي مانا خرمشت خناقة، هي علامة ضفير بنت. علامة ضفير بنت؟ طب شو احلف لك انه ما في هيك شيء؟ طلعي فيني. بدك اشحط لك الزلمة اللي اتخانقت انا وياه وجيب لك اياه لهون لحتى تسمعي من تمه. اذا بريحك هذا الشيء لاعمله. ولك مجنونة، انا عندي اياكي بنسوان الدنيا كلهم كلهم. معقول تشكي فيني اني عم اطلع مع وحدة غيرك؟ معقول؟ ليش اصلا انت تركتي مطرح لحدا؟ انا بعشقك، بعشقك من هلا لموت وما ببدلك بحدا. قومي بلا غلاظة، قومي بلا غلاظة بلا ما نتأخر. وحاجة صغيرة عال، خرمشت شو؟ واحدة تانية. يلا قومي.